الأسيرة المحررة إسراء جعبيس، إسراء التي لطالما تساءلت عن حريتها ولطالما تساءلت عن الوقت الذي ينتهي فيه هذا الوجع المستمر منذ لحظة اعتقالها. إسراء، كنت دائما تتساءلين عن الصفقة، واليوم الصفقة تحدث وأنت حرة في بيتك وبين أفراد عائلتك ومع ابنك المعتصم. ماذا تقولين في هذا الموقف وأمام رهبة هذا الموقف وصعوبته؟ الحمد لله الذي من الصالحات. بشكر الله على كل شيء، بشكر الله أول شيء على نعمة العقل، بشكر الله على نعمة الضنا، بشكر الله على نعمة العائلة والأهل، بشكر الله على نعمة الحرية اللي هي ما بعد العقل طبعا، لأنه هدول الإنسانين آسف العقل والحرية، إذا الإنسان مش معه لا عقل ولا حرية ما بيقدر يعيش مع أهله ولا حتى يقدر يستشعر مع حبايبه بتاتا. ماذا تركت إسراء جعبيس خلفها في السجون؟ ما الذي يحدث اليوم في السجون؟ كثير مصايب تحدث هناك، يعني في خوف على البنات اللي هناك كثير. وانت بتعرفي كونك أسيرة، وبتعرفي إنه شو تعرضوا الأسيرة لسه هناك في الفترة اللي انت كنت فيها. يعني كان الفترة هذيك جدا سهلة، يعني بالنسبة للفترة ما 48 بعد 7 أكتوبر اختلف الوضع، سيء جدا كيف اختلف؟ من كل النواحي، من كل النواحي صار في قمع، صار في خبط على الأبواب، استخدام الضجيج بكل بشتى أنواعه، فقط للإزعاج، فقط لإشعار الأسير إنه هو تحت السيطرة أو تحت القمع أو تحت الأمور اللي ممكن تشعره بالحالة القهرية. الأسرى طبعا هم بيرفضوا الحالة القهرية تمام، بس بضلوا الإنسان الأسير إنسان، فاهمة كيف؟ إلا ما يشعر بالقهر، وبالذات لما إنه الناس تعرف كل العالم عنهم، ما في حدا بيعبرهم. لطالما إسراء كانت تسأل عن هذا الحضن وهذه اللمسة لوجه معتصم، يمكن السؤال عن شعورك قد يبدو سخيف، ولكن هذا حلم واليوم هو يتحقق. نعم الحمد لله، الحمد رسالتك. لله. رسالتي الله يفرج علينا، يفرج علينا جميعا، هاي هي رسالتي، يفرج علينا اننا نلاقي حدا يحس في هالبلد، يلاقي حدا يحس في إنسانيتنا احنا كأفراد كمجتمع فلسطينيين بشكل عام. هاي هي رسالتي، حسوا بقى، حسوا بقى، ما فيش كلام اقدر اعبره. انت شفتي هسا بعينك تربوية. معتصم، تحب تضيف شيء؟ يعني عبر عبر بحكي أنا مبسوط. أكيد الحمد لله على سلامتك، وهنيئا هنيئا لك بهذه الحرية يا إسراء.